مستر فريرا، واللي امبارح عمل جلسة مع اللعيبة قبل انطلاق التمرين، وده طبعا استعدادا لمباراة فيوتشر يوم الخميس في مسابقة الدوري. المدير الفني وجه للزمالك طبعا التهنئة على الفوز بمباراة سموحة الأخيرة في الدوري، أثنى كمان على أداء كل اللعيبة وإصرارهم إن هم يحققوا الفوز في الماتش. كمان مستر فيريرا طالب من اللعيبه ان هم يقفلوا خلاص صفحه سموحه تماما، وان هم يركزوا على ماتش فيوتشر ويكملوا خطوات الحفاظ على اللقب. كمان اكد البروفيسور على صعوبه مباراه فيوتشر، قوه المنافس كمان، وشدد على ضروره ان هم يستمروا في مسيره الانتصارات عشان يحافظوا على الصداره ويوصلوا للهدف وهو لقب الدوري. كمان المدير الفني مستر فيريرا منح اللعيبه شويه تعليمات فنيه، وشرح كمان خطه التدريبات عشان يستعدوا لماتش اللي جاي.